من البهارات أساسي في المطبخ الهندي، يعطي لون أصفر ونكهة رائعة للأرز والدجاج وغيرها من الوصفات. روح خلص. يلا يا حبيب قلبي عزوز. يلا السلام عليكم. في كركم؟ كركم. في كركم. أنا مشارك مسابقة أبغى دقيقة ورجع. الأصفر ينحط على الأكل، أصفر ينحط على الأكل لو سمحت حبيبنا، أصفر ينحط على الأكل، الأصفر ينحط على الأكل. يا عزوز وينك؟ حط لي شوي بس مسابقة دقيقة وبجيك، أنا أربطه بالطريقة. من البهارات أساسي في المطبخ الهندي، يعطي لون أصفر ونكهة رائعة للأرز والدجاج وغيرها من الوصفات. الجواب هو الكركم. الكركم يا حبيب قلبي. أحد يحط زعفران بالدجاج؟ اتكلم انطق. هو اللي اعطاني وجيت على طول. مين ضحك عليك؟ لا لا ما قلت له. اكيد انا قلت له. قلت انتم مظبوط صح عليكم. السلام عليكم. في كركم؟ كركم. اه ليش قلتها؟ وشي ليش وشي ضحك ها؟ بما انه انت جبتها صح لكن قلتها وانت اساسا جبتها غلط، بس انتم الاثنين خسرانين. جزاكم الله خير.